بسم الله الرحمن الرحيم إخواتي أخواتي مستخدمين شركة ديسلوك. الفيديو هو فيديو داخلي، تنطلب منكم الله يخليكم تخليوه داخلي بالنسبة للمؤسسة ديالنا. اليوم كيف تتعرفوا الدولة أعلنت على الطوارئ حتى يوم 19 أبريل القادم، وهذا الشيء علاش اليوم تندير معكم هذا الفيديو، لأنه ما يمكنناش نتلاقاو كيف ما العادة. إذن اليوم تنستعملوا هذه الوسائل التكنولوجية باش نتواصلوا ونعرفوا بأنه كل واحد خصو يتحمل المسؤولية دياله. المسؤولية ديالي كرئيس المؤسسة هو الحماية ديال كل مستخدم وكل مندوب مبيعات ديال المؤسسة ديسلوك، هو والعائلة دياله. إذن المسؤولية ديالي هو أنه نحميكم. خديت 10 الإجراءات اللي بعثتها الموارد البشرية لجميع ليزاجونس. اللي بغيت نقول لكم اليوم هو أنه أنا فخور بكم، فخور جدا بكم، فرحان أنه تنشوف التعبئة اللي انتوما درتيها تلقائيا كروح وطني ديال جميع المستخدمين، بأن مؤسسة ديسلوك هي مؤسسة وطنية تتبغي البلاد ديالها، اللي هو اليوم تيدوز واحد الظرف اللي هو صعب. إذا اليوم خصنا نتحملوا المسؤولية ديالنا، شنو هي؟ هو أنه نوصلوا البضاعة الى جميع المواطنين والمواطنات عن طريق التجار، لي سوبر مارشي، لي زيبر مارشي، مالي المحلات ديال الدكاكين، الحوانت الى اخره. اليوم حنا تنبيعوا مواد غذائيه وتنبيعوا مواد تنظيف، اذا عندنا واحد الدور مهم بان نوصلوا هذه المواد هذه الى جميع الرفوف، ولكن بالثمن اللي هو الثمن اللي ديما كان، ما خصش يكون حتى شي ارتفاع في الثمن، حتى شي تضخيم. اليوم البلاد تدوز واحد المرحله اللي محتاجه بمؤسسه بحال ديسلوك، واليوم نتوما هما جنود الخفاء. اذا انا فخور بكم، يمكن لي نقول لكم بانه التاريخ ما غاديش ينسانا، غادي يشوف العمل اللي درتيو واللي قمتيو به، وهذا الشيء علاش اليوم تنهضر معكم باش نقول لكم الله يخليكم، زيدوا التعبئه وزيدوا العمل ديالكم باش نوصلوا للمستهلكين والزبناء وايضا المواطنين والمواطنات جميع المستلزمات اللي هي محتاجه بها في هذه الظروف الصعبه. هذا وباء ما عندنا ما نديرو. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا ربي يا ربي يحد الباس. راه اليوم تنسلم عليكم وتنقول لكم مره اخرى انا فخور بكم، وتنطلب منكم باش تعبؤوا تعبؤوا تعبؤوا، لان هذه نقطه اساسيه بالنسبه للاستقرار ديال البلاد ديالنا. الله يخليكم، نبقاو متحدين ومجندين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.